السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري، اللي كتنتظر الدعم ديالكم بالاشتراكات وكذلك بتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم بلي جيم وكذلك بلي كومنتير، لأنه لي كومنتير هما اللي كيطلعوا القناة باش توصل لأكبر عدد من المشتركين وكذلك من المستفيدين والمستفيدات، لأنه الغرض ديالي هو أنه يستفدوا أكثر عدد من التلاميذ والتلميذات المغاربة. إذا اليوم إن شاء الله مع مكون آخر في مادة اللغة العربية، مكون الإملاء، ودائما 10 ديال النقط. إذا كنت درت معكم الشكل وكذلك فهم المقروء ثم الصرف والتحويل ثم التراكيب، واليوم جاء الدور ديال الإملاء. إذا مكون الإملاء في اللغة العربية، المستوى السادس ابتدائي، المرحلة الأولى، فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للدورة الأولى، موسم الدراسي 2022-2023. إذا نبدأ بالسؤال الأول، أكتب الهمزة التي تنقص كل كلمة من الجملة التالية. يعني السؤال عليه جوج ديال النقط، شنو غنديرو؟ غادي نكملو بالهمزة. إذا هذا كيتعلق، أو هذا السؤال كيتعلق بدرس همزتي الوصل والقطع، همزتي الوصل والقطع. إذا خصنا نعرفو فوقاش كنكتبو همزة الوصل وفوقاش كنكتبو همزة القطع. إذا نقرا لكم بعد الجملة، التزاما بثقافة بلادي أحب أن أرتدي الزي التقليدي الأصيل. إذا التزاما هو مصدر فعل التزم، إذا التزام، إذن التزم هو فعل خماسي وبالتالي نديرو همزة الوصل. لاحظوا، التزم التزاما بثقافة بلادي أحب، همزة القطع، أحب. إذن أنا ماذا؟ أنا أحب أن أرتدي، أن أرتدي، أن، همزة القطع كذلك، أرتدي، همزة القطع أيضا، ارتدى، أن أرتدي الزي التقليدي، التقليدي الأصيل. إذا التزاما بثقافة بلادي أحب أن أرتدي الزي التقليدي الأصيل. نعم، ندوزو السؤال الموالي دائما في الإملاء، أكمل الكلمات التالية بهمزة وصل أو همزة قطع. إذا افتح، انتماء، استعمل، انبهر، انجز، الا، اطلاق. مزيان، نبداو اولا بافتح. افتح هو امر فعل ثلاثي فتح، امر ديال الفعل ثلاثي، اذا مجي مع واحد الفعل ثلاثي فتح، اذا همزه وصل. افتح، انتماء، انتماء هو مصدر، مصدر ماذا؟ مصدر انتمى، انتمى يعني فعل خماسي، بالتالي عاوتاني همزه وصل. استعمل، استعمل هو فعل سداسي، إذا همزة وصل. انبهر، انبهر فعل خماسي، إذا همزة وصل. أنجز فعل ماذا؟ أنجز فعل رباعي، يعني همزة قطع. إلا هو حرف انطلق، إطلاق عفوا، إطلاق هو مصدر أطلق، فعل رباعي، إذا غنديرو همزة قطع، اطلاق. إذا افتح همزة وصل، انتماء همزة وصل، استعمل همزة وصل، إذا افتح لأنه أمر فعل ثلاثي فتح، انتماء لأنه مصدر تم فعل خماسي، استعمل هو فعل سداسي، انبهر فعل خماسي، أنجز همزة قطع لأنه فعل رباعي، إلا همزة قطع لأنه حرف، إطلاق هو مصدر فعل أطلق رباعي، إذا همزة قطع. ندوز الآن إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث هو عبارة عن جدول، أتمم الجدول التالي. إذا عندي واحد الجدول غادي نكملو. هنا عندي المفرد، المثنى والجمع. في كل من المفرد والمثنى والجمع عندنا المذكر، المؤنث، المذكر، المؤنث، المذكر، المؤنث. نبداو بالمفرد. إذا المفرد المذكر والمفرد المؤنث. المفرد المؤنث عندنا التي. شنو هو المفرد المذكر الآن؟ إذا كان المفرد المؤنث هو التي، فإن المفرد المذكر هو الذي، الذي، إذن الذي. المثنى الآن، المثنى المذكر والمثنى المؤنث. المثنى المذكر نقول اللذان، اللذان، نعم. والمثنى المؤنث نقول اللتان، اللتان، نعم. بالنسبة للجمع المذكر والجمع المؤنث نقول بالنسبة للجمع المذكر الذين،
الذين. بالنسبة للمؤنث نقول اللاتي واللائي، اللاتي واللائي. فهم؟ إذا نقول بالنسبة للجمع المذكر الذين، وبالنسبة للمؤنث اللاتي واللائي، مفهوم؟ إذا هنا الجدول كيتكون مفرد مثنى وجمع، المفرد المذكر الذي، المفرد المؤنث التي، المثنى المذكر اللذان، المثنى المؤنث اللتان، الجمع المذكر الذين، الجمع المؤنث اللاتي واللائي. دوزو السؤال الرابع والأخير في هذا الإملاء. إذن السؤال الرابع، أكتب ما تمليه علي أستاذتي أو أستاذي، وعليه 3 ديال النقاط ونص. هنا فين كيتجلى الإملاء، لأنه الإملاء هو أنني نملي عليك شي كلمة وتكتبها بشكل صحيح، أو لا تكتب شي همزة بشكل صحيح، مفهوم؟ نعم، أكتب ما تمليه علي أستاذتي أو أستاذي. إذن نبدأ، عندي 3 نقاط ونص، كيفاش غنوزعوها؟ عندي نقطة، نقطة، نقطة ونصف. النقطة الأولى غادي تكون على كلمات، طبيعة الحال هاد الكلمات اللي غادي نمليهم عليكم فقط هما كلمات عندهم علاقة بالدرسين، إذا الدرسين هادو، هذا ودرسين همزة الوصل والقطع. إذا نبداو أولا نقطة غادي نعطيوها على إسلام استخرج أو وإمسح. نلاحظ هنا المطلوب هو نكتبو ماذا؟ نكتبو الهمزة بشكل صحيح. إذا إسلام غادي نكتبو همزة القطع، هاي همزة القطع. إذا غنديرو همزة القطع لأنه فعل رباعي مجي من أسلم. استخرج غنديرو همزة الوصل لأنه فعل سداسي، استخرج. أو غنديرو همزة قطع، هاي ديجا درتها. امسح غنديرو همزة وصلين، امسح، علاش؟ لأنه أمر الفعل الثلاثي مسح، مفهوم؟ أمر الفعل الثلاثي مسح. إذا النقطة الثانية، النقطة الأولى هكا غادي تكون ربحتها. هاتان الذين التي، إذا هندنا هاتان والذين والتي هما الكلمات المطلوب أننا نكتبوهم. نقطة ونصف غادي تكون على واحد الجملة، استطاعت الأم، استطاعت الأم ماذا؟ أن تحافظ، أن تحافظ على الثقافة المغربية، المغربي، الثقافة المغربية. إذن هنايا المطلوب هو داك همزتي الوصل والقطع. إذن استطاعت، فعل استطاع، إذن همزة الوصل. الأم، أم همزة قطع، أن همزة قطع، نعم، تحافظ على الثقافة المغربية، نعم، همزة وصل المغربية، نعم. إذن استطاعت الأم أن تحافظ على الثقافة المغربية. وبهذا غادي نكون كملت هاد الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص مكون الإملاء في اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي. كنتمنى تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. كنت معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.